المثالي عن طريق اللاعب جوردي ألبا، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، البحث عن التقدم والمرور. ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى ديمبلي. ديمبلي ديمبلي ديمبلي، لا 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 لا، اصطدمت في القائم، لا زالت مستمرة إلى فيران توريس يلعبها الكرة أوباميانغ. لا 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 لا، بارسا يظهر في أنويتا ويعود يعود، وبرأسية من أوباميانغ يضرب الحارس الأبرز في هذا الموسم ريميرو.